تحدثنا عن تفاعلات الـ SN1 SN2 والـ E1 والـ E2. الآن يجب علينا فهم متى تحدث هذه التفاعلات. والفكرة هي أنه أولا نفحص البنية لهاليد الألكل، ولهاليد الألكل الأولي لا تحدث كل هذه التفاعلات. على سبيل المثال تفاعلات الـ SN1 والـ E1 لا تحدث في حالة هاليد الألكل الرئيسي الأولي، لأن الـ SN1 والـ E1 تتطلب تكوين الكربوكاتيون، والكربوكاتيون الرئيسي أو الأولي ليس مستقر. إذا يجب فقط أن نختار بين تفاعلات الـ SN2 والـ S والـ E1 الـ E2 إذا كان لدينا هاليد الألكل الرئيسي. وتفاعلات الـ SN2 هي بطبيعتها مفضلة. لنفحص مثال هنا، سنكتب برومو إيثان هنا. إذا فعلنا البرومو إيثان مع هيدروكسيد الصوديوم، ومهمتنا إيجاد المنتج. وأول شيء نقوم به هو تحديد النيوكليوفايل محب النواة. إذا أنيون الهيدروكسيد سيكون النيوكليوفايل. وكيف نصنف أنيون الهيدروكسيد؟ سالب واحد هي الشحنة الظاهرة، إذا من المحتمل أنه نيوكليوفايل قوي كما شاهدنا في الفيديو السابق. إذا النيوكليوفايل قوي سيجعلنا نفكر في تفاعل SN2، لأن آلية الـ SN2 تتطلب نيوكليوفايل قوي لنفكر في الهيدروكسيد كقلوي. نعلم أن أنيون الهيدروكسيد سيكون تقريبا قلوي قوي. القلوي القوي سيجعلنا نفكر في آلية الـ E2. إذا لدينا الـ SN2 في مقابل الـ E2، وتفاعلات الـ SN2 تحدث في الواقع بشكل أسرع لهاليد الألكل الرئيسي، لذا الـ SN2 هي مفضلة بطبيعتها. وإذا فكرنا على ماذا سنحصل كمنتج إذا كانت هذه آلية الـ SN2، إذا في آلية الـ SN2 لدينا هجوم محب النواة أنيون الهيدروكسيد في نفس الوقت الذي تنتقل فيه هذه الإلكترونات إلى البروم، إذا سيتشكل لدينا الإيثانول كمنتج رئيسي هنا. إذا SN2 سيكون المنتج الرئيسي، وقد نحصل على منتج E2 كمنتج ثانوي. حسنا، لنقوم بمثال آخر لنستخدم نفس المتفاعل. إذا البرومو إيثان، ولنفعل هذا مع ثلاثي بيتوكسيد البوتاسيوم. ثلاثي بيتوكسيد البوتاسيوم سيبدو بهذا الشكل، ومن ثم لدينا أنيون الكوكسايد هنا على اليسار. إذا لنحدد النيوكليوفايل، وبالطبع سيكون هو الكوكسايد هنا. إذا هل سيكون هذا نيوكليوفايل قوي أو ضعيف؟ في الفيديو السابق قلنا أن أنيون الكوكسايد هو نيوكليوفايل قوي، وهذه هي الحالة عادة. سيكون هذا نيوكليوفايل ضخم جدا. حسنا، مجموعات المثل هنا تقلل فعالية النيوكليوفايل، تزيد من الإعاقة الفراغية. إذا هذا سيجعله نيوكليوفايل ضعيف نوعا ما بسبب الإعاقة الفراغية للنيوكليوفايل. هذا سيقلل من احتمالية أن يكون SN2 سيقلل من احتمالية أن يكون SN2 لأن تفاعلات الـ SN2 تحتاج لنيوكليوفايل قوي، تحتاج لنيوكليوفايل الذي ليس لديه إعاقة فراغية. وإذا فكرنا في القاعدية لأنيون الكوكسايد هنا، نعلم أنه قلوي قوي، والقلويات القوية تفضل تفاعلات الحذف. إذا تفاعلات الـ E2 هي آليات مشتركة. إذا احتمالية قليلة أن يكون SN2 بسبب الإعاقة الفراغية للقلوي، لكنه قلوي قوي. إذا سيتفاعل هذا عن طريق آلية الـ E2، وسيتشكل لدينا الألكين بهذا الشكل. سيتشكل لدينا الألكين بهذا الشكل. سنأخذ البروتون والبروم سيغادر وسيتشكل الألكين، ومن ثم انتهينا. إذا لهاليد الألكل الرئيسي نفكر في الـ SN2 في مقابل الـ E2. الـ SN2 هو بطبيعته مفضل ما لم يكن لدينا نيوكليوفايل ضعيف وقلوي قوي، وفي هذه الحالة القلوي القوي سيسيطر وسيتفاعل عن طريق آليات الـ E2. نفحص هاليد الألكل الثلاثي الآن. إذا هاليد الألكل الرئيسي هو الأسهل،
كل ما يجب أن نفعله هو أن نختار بين الـ SN2 والـ E2. هاليد الألكل الثلاثي سيكون بالدرجة الثانية بالسهولة. إذا لدينا هاليد الألكل الثلاثي، الاحتماليات ستكون SN1 و SN2 و E2 E1 و E2. حسنا، تفاعلات الـ SN2 ليست محتملة في هاليد الألكل الثلاثي حيث لن تحدث، والسبب أن لها علاقة بالآلية. آليات الـ SN2 تتطلب تقليل الإعاقة الفراغية، وهالية الألكل الثلاثي لديه الكثير من العوائق الفراغية التي تعترض آلية الـ SN2، لذا آليات الـ SN2 لن تحدث في هالية الألكل الثلاثي. لكن يمكن أن يكون لدينا الـ SN1 و E1 و E2 تفاعلات الحذف هي مفضلة بطبيعتها عندما نتحدث عن هاليد الألكل الثلاثي. إذا كان لدينا قلوي قوي حاضر سيكون لدينا تفاعل حذف. لنفحص هاليد الألكل الثلاثي هنا. تيرشري بيوتيل كلورايد يتفاعل مع هيدروكسيد البوتاسيوم هكذا. مرة أخرى لنحدد النيوكليوفايل المحتمل هنا، والذي سيكون أنيون الهيدروكسيد هنا. إذا نفكر، هل الهيدروكسيد هو نيوكليوفايل قوي أو ضعيف؟ نعلم أنه قوي، وقد نفكر أنه SN2. نعلم أن SN2 غير محتمل هنا. إذا نفحص قوة القلوي، ونعلم أن الهيدروكسيد هو قلوي قوي نوعا ما، والذي يجعلنا نفكر في آلية الـ E2. ونعلم أن تفاعلات الحذف هي مفضلة بطبيعتها هنا. لذا إذا كان لدينا قلوي قوي سيكون لدينا تفاعل حذف. إذا هذا سيحدث عن طريق آلية الـ E2، وحقيقة وجود العوائق الفراغية لا تعوق آلية الـ E2. لنخوض في آلية الـ E2 هنا. هنا يوجد بروتون، والهيدروكسيد سوف يعمل كقلوي، سيأخذ ذلك البروتون. هذه الإلكترونات ستنتقل إلى هنا، وهذه الإلكترونات تذهب إلى الكلور. إذا سيتشكل الألكين كمنتج لدينا. لذا حقيقة وجود عوائق فراغية لا تؤثر على آلية الـ E2. مرة أخرى، إذا كان القلوي القوي حاضر سيحدث تفاعل الحذف. إذا هذا الـ E2. لنفحص تفاعل آخر هنا، حيث نستخدم تيرشري بيوتيل كلورايد مرة أخرى. إذا سنستخدم تيرشري بيوتيل كلورايد هنا، وسيتفاعل مع الماء الآن، لذا الماء سيكون النيوكليوفايل المحتمل. إذا هناك زوج من الإلكترونات الحرة. هذا التفاعل درسناه من قبل على ما أظن. كيف يمكن تصنيف الماء؟ كيف يمكن تصنيف الماء؟ إذا نحتاج لتصنيف النيوكليوفايل هنا. حسنا، زوج الإلكترونات الحرة هنا يعني أن الماء سيتصرف كنيوكليوفايل، لكن لا يوجد شحنة ظاهرة أو أي شيء هنا. إذا هو نوعا ما نيوكليوفايل ضعيف، نيوكليوفايل ضعيف إلى حد ما. هذا يجعلنا نفكر في آلية الـ SN1. حسنا، ماذا عن قوة الماء كقلوي؟ كقلوي نعلم أن الماء يمكن أن يتصرف كقاعدة، لكنه ليس قلوي جيد، هو قلوي ضعيف، والذي يجعلنا نفكر أنه من المحتمل أن يكون لدينا آلية الـ E1. فكرنا بأنه SN1 E1، وكلاهما يحتاج تكوين كربوكاتيون. إذا في الخطوة الأولى هذه الإلكترونات تنتقل إلى الكلور، يتم تشكيل كربوكاتيون بهذا الشكل، كربوكاتيون ثلاثي. إذا هو مستقر نوعا ما، والآن لدينا احتمالين. لدينا احتمالين، إذا هناك احتمالين، يمكن التفاعل عن طريق آلية SN1، أو يمكن التفاعل عن طريق آلية الـ E1. في آلية الـ SN1 فإن زوج الإلكترونات الحرة على الأكسجين ستهاجم الكربوكاتيون، وبعد أن يخسر بروتون سيتشكل بيوتانول ثلاثي هنا. إذا هذا المنتج SN1 المحتمل، والمنتج المحتمل الـ E1. الماء سيعمل كقلوي ضعيف ويأخذ بروتون، وفي النهاية سيكون لدينا ألكين هنا هكذا. إذا سيكون لدينا منتجين، منتج SN1 ومنتج E1. وشاهدنا بالنسبة لهاليد الألكل الثلاثي يمكن أن نحصل على E2 أو ويمكن أن نحصل على S على SN1 أو على E1. إذا هناك ثلاثة احتمالات. تذكروا أولا نفحص البنية لهاليد الألكل، ومن ثم نفحص المحب النواة ونصنفها إذا كان النيوكليوفايل قوي أو ضعيف.
ومثل ما نفكر إذا كان قلوي، سواء قلوي قوي أو ضعيف، ومع هذه المفاتيح يمكن إيجاد المنتجات للتفاعل لدينا. وأيضا تفاعلات الـ E1 هي مفضلة عند درجات الحرارة العالية. إذا كانت درجات الحرارة عالية، عند زيادة درجة الحرارة فإن آلية الـ E1 هي المفضلة، إذا يمكن الحصول على مزيد من منتجات E1 إذا رفعنا درجة الحرارة. في الفيديو التالي سنقوم بالتعامل مع حليد الألكل الثانوي، وسنرى أنه أصعب قليلا من حليد الألكل الرئيسي وحليد الألكل الثلاثي.